يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقبل التعازي في قصر اليمامة بالرياض من قادة ووفود دول عربية وإسلامية وغربية وشخصيات دولية في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز. كان الملك سلمان تلقى التعازي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي رأس وفد بلاده، كذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الإسباني فيليب السادس وملك هولندا فيليم ألكسندر. الشيخ محمد بن راشد المكتوم رأس وفد الإمارات لتقديم التعازي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قدم التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز. الوفد الكويتي رأسه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح. الوفد المغربي رأسه الأمير مولاي راشيد، فيما رأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وفد بلاده. وفود يرأسها مسؤولون من جمهورية تشيك وروسيا وإيطاليا والنمسا إلى جانب رئيس مجلس وزراء الصين وولي عهد مملكة الدنمارك وولي عهد مملكة النرويج والرئيس الأفغاني ووزير خارجية إيران ونائب رئيس جمهورية نيجيريا ورئيس وزراء المجر ورؤساء إندونيسيا والسنغال والغابون وتنزانيا. رياض عاشور، العربية. هذا ومشاهدينا، طبعا تستمر توافد الوفود الدولية والإسلامية والعربية إلى الرياض، وطبعا كما نرى بالعاجل وصول وفد أمني لبناني برئاسة قائد الجيش يصل إلى الرياض للتعزية. قبل ذلك طبعا شاهدنا وفود أخرى قد وصلت اليوم في النشرة السابقة، كان الوفد البحريني وأيضا الوفد القطري. قد وصل أيضا نائب رئيس الوزراء القطري أحمد عبد الله المحمود وشقيقه علي، وهو كان السفير القطري في الرياض سابقا. ومعنا من الرياض مراسل العربية سعد المطرفي. أهلا بك سعد، وأيضا ينضم إلينا من جدة مراسل العربية حسن الطالعي. أهلا بكما، وأبدأ معك سعد. والوفود التي لا زالت تصل حتى هذه اللحظة، في النشرة السابقة كان هناك وفد بحريني وأيضا قطري، والآن وفد أمني لبناني. مساء الخير ميسون. نعم، كما تشاهدين الآن وصول الوفد الأمني اللبناني، قبل ذلك وصل نائب رئيس الوزراء القطري وأيضا وفد البحريني، أيضا ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وصل أيضا، وكذلك في الساعات الماضية وصل الملك فيليب ملك بلجيكا، كذلك رئيس وزراء كردستان السيد برزاني حضر. إذن الحركة عادت مرة أخرى إلى القاعدة الجوية، نشاهد المواكب في الطرقات ما بين الموصلة ما بين القاعدة الجوية والديوان الملكي. الوفود تستمر في القدوم، ورغم أنها أخف مما كانت عليه ليلة البارحة، أيضا في مساء هذا اليوم سيتوافد المواطنون لتقديم العزاء وأيضا لمبايعة الملك. إذن حركة مستمرة، ومطار القاعدة الجوية بدأ يستقبل الوفود مرة أخرى. يبدو أن هذه الفترة المسائية ستشهد أيضا مزيد من الوفود للقدوم لتقديم العزاء للملك سلمان في وفاة الملك عبد الله يرحمه الله. طيب عن سعد، من المعروف أنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيصل الثلاثاء لأنه كان في زيارة رسمية، وبالرغم من أنه هناك زيارة رسمية إلى الهند، إلا أنه قرر أنه تقليص المدة ليستطيع تقديم واجب العزاء في السعودية، ولكن هذا وضع خاص بالنسبة للرئيس الأمريكي. ماذا عن الوفود الأخرى؟ هل ستستمر بالحضور غدا وبعد غد أم ماذا؟ كل حسب ترتيباته ميسون. قد يكون بعض الرحلات الطيران أو الأجواء تعيق من وصول بعض الوفود في الوقت المحدد، وهي أمس واليوم رسميا كعزاء، ولكن قد تأتي بعض الوفود، وهذا بترتيبات مع الديوان الملكي لتقديم العزاء. طبعا واجب العزاء تقدمه الوفود وأيضا المواطنون. كما ذكرت في نشرة سابقة، الخطوط السعودية زودت من رحلاتها القادمة إلى العاصمة الرياض من المدن الرئيسية. لا تنسين أنه هناك مناسبة عدة، أولا تعزية الملك سلمان في وفاة الملك عبد الله رحمه الله، أيضا مبايعة الملك سلمان
وولي عهده الامير ميغرين وولي عهد النائب الثاني الامير محمد بن نايف. وكذلك ميسون لا ننسى ان اليوم او امس كانت ختام الاجازه الرسميه للمدارس، فبالتالي عوده الطلاب والمعلمين والاباء من اجازاتهم الرسميه سواء من داخل السعوديه او خارج السعوديه. اذا هناك حراك عالي جدا ستشهده العاصمه الرياض. نعم. ومستمر منذ ليله البارحه حتى اليوم. طبعا يستمر ليس فقط في الرياض ولكن ايضا بالامارات الاخرى. طبعا من جده يمكن ان يطلعنا عن الوضع هناك حسن الطالعي في ظل بدء عمليه توافد السعوديين لمبايعه الملك وولي العهد وولي ولي العهد. حسن. نعم ميسون، اليوم كما ذكرنا في نشرات سابقة وكنا متابعين أول بأول منذ صباح هذا اليوم، كثير من الأمارات أمراء المناطق استقبلوا المواطنين لتقديم التعزية وأيضا المبايعة منذ هذا الصباح، استمرت حتى فترة الظهيرة. هناك بعض الأمارات أمراء المناطق استقبلوا بعض المواطنين في فترة المساء أو فترة العصر تحديدا، فيما يتعلق تحديدا بمنطقة أو أمارة منطقة مكة المكرمة، من المتوقع الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن يستقبل بعد مغربي هذا اليوم الوفود والمواطنين لتقديم العزاء ومن ثم أيضا المبايعة في ديوان الأمارة في مدينة مكة المكرمة. أيضا محافظ محافظة جدة سيستقبل المواطنين ومدراء الدوائر ورؤساء الدوائر الحكومية بعد مغرب هذا اليوم أيضا في قصر والده الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله. أيضا إذا انتقلنا لأمارات أخرى في المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان سيستقبل أيضا المواطنين لتقديم واجب العزاء ومن ثم مبايعة المواطنين للملك عبد الله ولي عهده وولي عهده أيضا بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء. هناك بعض الأمارات التي أمراء الذين استقبلوا المواطنين كما ذكرت لك منطقة نجران، أيضا هناك أمارة منطقة عسير أمير منطقة عسير أمير منطقة نجران أيضا أمير منطقة نعم حسن تبوك. فقط بعض أريد الإشارة إلى وصول إياد علاوي الآن، نشاهده الآن مباشرة يقدم التعازي طبعا للأمير تركي بن عبد الله الذي يستقبله الآن في القاعدة الجوية. تفضل حسن. نعم إذا هو هذا الحراك الحقيقي الذي نشهده اليوم أو تشهده الأمارات المختلفة من خلال استقبال أمراء المناطق، ولا ننسى أيضا محافظي المحافظات خصوصا إذا ما عرفنا بأن هناك ما يقرب من 104 محافظة منتشرة في المملكة العربية السعودية. هناك توجيه من قبل أمراء المناطق للمحافظين بأن يستقبلوا أيضا المواطنين في تقديم العزاء ومن ثم مبايعة في نفس الوقت. تستمر أيضا اليوم غدا الاثنين المتوقع حتى مساء الغد الاثنين، هناك بعض الأمارات التي ستستقبل أيضا في فترة الصباح وأيضا في فترة العصر ومن ثم أيضا هناك بعض الأمارات التي حددتها ما بين فترة المغرب والعشاء كما هو حاصل في أمارة منطقة مكة المكرمة محافظة جدة المدينة المنورة. أيضا إذا هذا الحراك مستمر حتى يوم غدا. كثير من الأمراء حقيقة عند استقبالهم لهذه الوفود والمواطنين الذين جاءوا للعزاء ومن ثم المبايعة يؤكدون بشكل كبير على أهمية هذا التلاحم الكبير ما بين الحكومة السعودية وشعبها أيضا، وتأكيد كبير من قبل جميع الأمراء في كلماتهم التي قدموها للمواطنين عند تقديم العزاء والمبايعة أيضا بأنهم سيكملون مسيرة ما كان عليه الملوك السابقين للمملكة العربية السعودية، وهناك استشراف للمستقبل المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم في المملكة العربية السعودية وأيضا ولي العهد الأمير ميغرين بن عبد العزيز وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن نايف. نعم شكرا حسن الطالع مراسل العربية من جدة، وطبعا نشكر مراسل العربية من الرياض سعد المطرفي على هذه المعلومات.